السلام عليكم. معاكم قناة أنس. السلام عليكم يا جماعة، عاملين ايه؟ وصلي وبارك وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. احنا قناة أنا سوسو بسيطة وأنيقة. جالنا طرد من هبة بيتي كل حياتي، أهو هنشوفه هنفتحه مع بعضنا وهنشوف ايه اللي فيه. ربنا يكرمها هبة. هبة احنا عمتها على فكرة. هفتحه كده نشوفه ايه اللي فيه مع بعضينا. هنا دي هدية بمناسبة القناة مراجعة القناة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نوايح بقى، نوايح بقى يا جماعة، نوايح جميلة بتاعت السعيد سليمان. العيش بتاعهم، العيش اهو جميل اللي هو بيتعمل بيه ال حاجات كتير. والفلفل القرنقوطي اللي هو يا جماعه بنخليها هبه يا ولادة، يا رب يديها الصحة والعافية والخير. حلحة الماء، حتة الشطة يا هبة، هبة شوكولاتة، مجموعة شوكولاتة اهي، شوكولاتة عشان يعرفوا ان احنا بنحب الشوكولاتة. كل ده هنا شوكولاتة. التمر اللي هو بتاع الصعيدية اهي يا جماعة، ربنا يكرمنا ويبارك فيها اهي، بتاع الصعيدية ربنا يخليه يا رب. هي جميلة، هي ريحتها جميلة، هي دي اللي كنا مستنيينها بفرق السنة. جميلة جدا جدا جدا. ريحة الملوخية يا جماعة بتاعتنا دي بتاعت فايدة تحفة. ده طقم منيات كده، طقم منيات اهو حطينا اهو. دي المخدات، ايوه التربعتين طبقين. وملاية السرير تحفة جميلة جميلة بشكلها، جميلة جدا والله. حلو ده شغل، حلوة ازاي؟ طبعا الشغل ده تحفة أساسا. جميل جدا، بس الوردة دي جميلة جميلة. الله يبارك لك ويبارك لأولادك وكده، ألف شكر يا رب. دايما كده عطاء للناس بقى. انتوا عارفين طبعا هبه بيتي كل حياتي، مش محتاجين يعني اتكلم عليها. هي اساسا حاجه ايه من الناس اللي دايما يعني على الطاقه. ربنا يزيدك من نعيم الله يا هبه، يخلي لك ولادك يا رب. امين يا رب. الطقم السرير يا جماعه ده جميل جدا، حلو قوي قوي حلو كبير. وادي الملوخية، بس بقى الملوخية هي دي بتاعتنا بصراحة، مش نسيانة من الملوخية. الملوخية دي مش بنشتري احنا ملوخية اساسا. ايوه ده انا بحبه قوي،
بتعمل على كل حاجه ممكن تعمليه. ام علي ده فلفل اغناقوطي وشفشوك مع بعضينا ده الجمال. عارفه انت بتحبوا تستخدموا كتير في اكلنا على طول. الله يخليك يا رب. الشوكولاته مكانة احنا برضه من سايس دايما عشان عارفة احنا بنحب الشوكولاتة برضه. احنا انا بحب الشوكولاتة قوي. نجيب حاجات بتاعت هبة. الله يخليك يا هبة في التقدم دايما ودايما القناة بتاعتك ناجحة وانت انسانة طيبة طبعا وجميلة. مش محتاجة ان انا ايه اقول عليكي حاجة. والطقم هبة جميل جدا. الطقم السرير حلو فعلا ولونه حلو كمان. الله يخليكي. لا عجب حلو. واجي الحاجات اللي هي الدوت ايه دي يا جماعه اهي الحاجات اهي. ايه طعم السرير ده بتاع هبه. ربنا يبارك لك يا هبه. ربنا يبارك لك يا رب. خلي لك ولادك. الف شكر يا هبه. شكرا.